يسعد أوقاتكم. كلنا نعلم أهمية غسيل اليدين بالماء والصابون في القضاء على فيروس كورونا، ولكن كيف تتم هذه العملية؟ بداية، مادة الصابون تحتوي على جزيئات، جزيئات محبة للماء وجزيئات كارهة للماء. تلتصق الجزيئات الكارهة للماء بالجدار الدهني للفيروس، فيقوم الماء بسحب هذه الجزيئات وصولا لجدار الفيروس ويقوم بتمزيقه. ولكن هذه العملية تحتاج إلى حوالي 40 ثانية إلى أن تتم، لذلك غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية مهم جدا في القضاء على الفيروس. ودمتم بخير.